النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. بحضور سمو الشيخة حصة بنت خليفة الخليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة ورئيسة لجنة المرأة في مجال التكنولوجيا المالية بالمجلس الأعلى للمرأة، احتفى بنك البحرين والكويت بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF وبدعم من صندوق العمل تمكين بتخريج 20 سيدة من البرنامج التدريبي المرأة في مجالس الإدارة في نسخته الثانية، والهدف إلى تعزيز حضور المرأة وتمكينها من الوصول إلى المناصب القيادية العليا بما في ذلك عضوية مجالس إدارة الشركات والمؤسسات. وجاء هذا الاحتفال بعد أن اتبعت خريجات البرنامج تدريبا مكثفا على مدار 11 أسبوعا تضمن تقديم ورش العمل والمحاضرات على يد نخبة من المدربين والخبراء المحليين والعالميين، والذي سلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المرأة في مجال سوق العمل ووسائل تعزيز تطبيق أطر الحوكمة في مختلف القطاعات ومواصفات مجلس الإدارة الفاعل، إضافة إلى الفرص المتاحة للمرأة والمبادرات التي تدعمها وتمكنها وتعزز مشاركتها في قطاع الأعمال. ونوهت سمو الشيخ حصة بن خليفة آل خليفة بالجهود التي يبذلها جميع الشركاء والقائمين على برنامج المرأة في مجالس الإدارة، مؤكدة أن هذا البرنامج يسهم بلا شك في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وفتح مجالات أوسع أمامها، ليس لتأدية قائمة مهام مرسومة في عملها، وإنما رسم سياسات واستراتيجيات للشركات والمؤسسات من خلال حضورها في المراكز القيادية العليا بما في ذلك عضوية مجالس الإدارة. العام الماضي في سنة 2022 مولنا برنامج لتمكين المرأة ليصبحوا في المستقبل إن شاء الله أعضاء في مجالس إدارات شركات مختلفة، قد تكون شركات عائلية، قد تكون شركات مساهمة عامة، قد تكون شركات حكومية. فتأهيلهم هذه الخطوة الأولى. المشاركات يمثلون يعني تقريبا قطاع الأعمال في البحرين من القطاع الحكومي والقطاعات الأهلية موزعة سواء مؤسسات مصرفية ومالية أو مؤسسات تعليمية أو مؤسسات أخرى. فالفائدة أنه خلق هذا المزيج والتجانس في مجالس الإدارات. خلال فترة البرنامج المشاركات يعني درسوا مساقات مختلفة. البرنامج ممتد على مدى 5 أسابيع 40 ساعة مهنية ومقدمة من قبل خبراء مختصين في مجالس الإدارة، يعمل على تعزيز الدور الفعال للمرأة أو أي شخص لتولي مناصب قيادية في الشركات سواء على مستوى الشركة أو مستوى مجالس الإدارة. تجربة فريدة من نوعها، تعرفت أكثر على آلية إدارة مجالس الإدارة، وبصراحة البرنامج أضاف الكثير من المهارات مثل مهارات القيادية وإدارة المجالس وغيرها. وأشكر BBK ومعهد البحرين للدراسات المصرفية وتمكين على توفير هذه الفرصة لنا. إن إحنا نطور من العنصر النسائي ومو بس في القطاع المصرفي، في أي قطاعات تجارية ثانية. وطبعاً من الأشياء اللي كنا نهدف له إن نطمح يكون كل الأشياء اللي هم يحتاجونها إن يكونون في مراكز قيادية أو مراكز يعني في المانجمنت ليفل، يقدرون يأخذون الـ مثل ما يقولون القرارات الصح الأنسب حق أي قطاع هم فيه أو أي قطاع هم دير representing. أعلنت مجموعة كونكسس ريسورسز الرائدة في الحلول المبتكرة في مجال المعادن والمنتجات الزراعية تدشين مصنعها الأول لقضبان الألمنيوم في مملكة البحرين تحت مسمى كونكسس ألومينيوم، وتتخذ المجموعة من المملكة المتحدة مقرا لها وتزاول أعمالها في 15 دولة حول العالم. هذا وسيدعم المصنع الجديد مساعي مملكة البحرين لتعزيز مكانتها كوجهة للصناعة والتصدير للأسواق العالمية،
حيث يقدر حجم الاستثمار في المصنع بأكثر من 100 مليون دولار أمريكي، إذ ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة المتطورة نحو 32 ألف طن متري سنويا من قضبان الألمنيوم عالية الجودة لعملائها الإقليميين والدوليين. من جانبه، أكد الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة أن افتتاح هذا المصنع يعد إنجازا بارزا، حيث تواصل البحرين تزويد الشركات ببوابة مثالية للاستفادة من سوق الشرق الأوسط وغيره من الأسواق العالمية. وقال السيد علي المديفع الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية إن البحرين تتيح للمستثمرين أفضل التكاليف التشغيلية لقطاع الصناعة على مستوى المنطقة، يدعمها كفاءة تصدير لا مثيل لها بفضل وجود منطقة لوجستية بمستوى عالمي. وستقوم الشركة بمعالجة الألمنيوم السائل الذي سيتم تزويده من شركة ألمنيوم البحرين ألبا لتحوله عبر معالجات متطورة إلى منتجاتها النهائية، مستفيدة من خبراتها المتراكمة في إدارة سلاسل القيمة العالمية في مختلف الأسواق التي تعمل فيها. أعلن مصرف البحرين المركزي إصدار تقميم ميداليات فضية ملونة مكون من 4 ميداليات ترمز للحياة الفطرية في مملكة البحرين، ويبلغ وزن كل ميدالية 31 جراما، حيث يتضمن الوجه الأمامي للميدالية صورا ملونة لكل من الخيل العربي الأصيل والصقر الحر وغزال الريم البحريني وطائر الحبارة. أما الوجه الخلفي للميدالية فيتضمن شعار مملكة البحرين. هذا وسيتم بيع الميداليات الفضية من خلال إدارة إصدار النقد بمقر مصرف البحرين المركزي الكائن بالمنطقة الدبلوماسية اعتبارا من يوم الأربعاء 10 من شهر يناير 2024، وذلك خلال حجز موعد عبر الموقع الإلكتروني للمصرف www.cbb.gov.bh، حيث يبلغ سعر البيع للطقم الواحد 100 دينار بحريني. أعلن صندوق العمل تمكين دعمه لمؤسسة ألوميكر لإعادة تدوير الألمنيوم وتصنيعه، وذلك لتأسيس مقر الشركة الجديد في منطقة عسكر. يأتي دعم الصندوق لهذا المشروع تماشيا مع التزام تمكين بتنمية قطاع الصناعة الواعد، والذي يعد أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية الرافدة للاقتصاد الوطني، وبالأخص في مجال تصنيع الألمنيوم الذي يشكل أحد أهم وأكبر صادرات المملكة. وسيساهم هذا الدعم في استقطاب أحدث التقنيات العالمية في مجال معالجة خبث الألمنيوم وتقديم فرص فريدة للشركات البحرينية المصنعة للألمنيوم وتعزيز كفاءة عملياتها وتقليل المخلفات وزيادة العوائد.